متقابلة صفحة الوطن، كل سنة وانتم طيبين، رمضان على الأبواب، وبدأت التجار والأسواق في الاستعداد مبكراً تجهيز مستلزمات رمضان، وبدء توافد المواطنين على شراء مستلزمات رمضان قبل بداية الشهر مبكراً. نحن الآن في سوق التاسع وأقدم، لا هو عايز العشرات، طنطا يعني عمره التاريخي يتعدى 100 عام، كله خير، تواجد فيه كافة مستلزمات يعني شهر رمضان الكريم، وأيضا عيد الفطر بداية من تمور ويميش وكافة المستلزمات. يعني معنا الآن يعني أحد التجار، يعني احنا بنرحب بك على صفحة الوطن، أهلا وسهلا، يعني قول لنا احنا النهاردة فين والاستعدادات، كل سنة والطيبين. أولا والله بلاقي كلام، كل سنة طيبين، احنا في سلعة التاسع في طنطا. الأسعار برضو كلنا، ايه المكونات الاول وايه الاستعداد؟ عندنا حاجه رمضان كلها مستعدين بيها، البلح والزبيب واليميش وكل حاجه موجوده عندنا، تمام. هي الاسعار بس اللي كل شويه في شده كده، والسوق مش مستقر، حاجه من 60 بكره ب 80، بعد بكره ب 90، بعد بكره ب 100. طيب انت دخلت بينا على طول على الاسعار وما يهم المواطن المصري ومتابع صفحه الوطن، يعني قول لنا الاسعار عامله ايه وايه الفرق ما بينها وما بين العام الماضي؟ يعني الاسعار سيادتك دلوقتي دي ب 60 جنيه، دي ب 80 جنيه، دي ب 90 جنيه. السنه اللي فاتت كانت دي ب 40 جنيه، وكانت دي ب 50 جنيه، وكانت دي ب 70 جنيه. كل حاجه بترفع، والزبون طبعا بيجي يبص على الحاجه يلاقيها غاليه فمش عارف يشتري. زبون غلبان بيجي عايز يحسبها برده بالربع والثمن والنص، الحاجه غاليه. وايه السبب في زيادة الاسعار يعني؟ هل المنتج ولا احتكار؟ لا، جشع التجار، جشع التجار. التجار كلها واخده البضاعه عندها 10 من 5 شهور 6 شهور فاتوا ومخزنين الحاجه عندهم، وكل شويه يزودوا علينا، كل شويه يزودوا علينا. طب مثلا يعني الزبيب مثلا، كنت قلت ان في كرتونه زادت 100 جنيه امبارح، زادت 100 جنيه الزبيب الايراني ده، زاد 100 جنيه امبارح فجاه كده، فجاه زاد 100 جنيه. اللي كان بيشتري امبارح ب 80 النهارده بياخد ب 100، بكره بياخد ب 105. طب ايه الهدف يعني، او ايه السبب في القصه دي كلها، رغم ان هو المنتج واحد واكيد موجود في السوق ومتخزن وجاهز للشراء؟ التجار محتكر الاسعار، ما بيطلعش اي حاجه. يعني مثلا يجي مثلا يجيب مثلا بال1000 كرتونه عنده من 7 8 شهور فاتوا، ويجي يخزن، يجي احنا نشتري ما يرضاش يطلع لنا، يقول لك استنى استنى شويه، انا جايب بضاعه من يوم 25 شعبان 25 رجب، مش عايزين دون بضاعه، مش 180 جنيه، تمام. فالدنيا يعني ربنا معانا. طيب وايه الفرق يعني ما بين انواع الزبيب الثلاثه دول؟ يعني ده ايراني وده ايراني وده مصري. 180 ايراني ده اللي هو يعني مستورد، مستورد بس حبايه نظيفه برضه. طب 180 والزبيب، والزبيب عندي ب 60 ب 80 ب 90. طب قول لنا اجود انواع التمر ايه والبلح يعني؟ انواع التمر والله في 50 نوع و50 شكل، وكلها يعني التمر بتاع يعني الغلابه، التمر بتاع الغلابه، فكله الاسعار بتاعته متهاوده يعني. تمام. بتبدا من 10 جنيه الكيلو لحد 25 جنيه الكيلو. طب اتكلمنا عن السوق، يعني السوق ده دايما هو قبله كل المواطنين. السوق ده شارع الحي، استعدوا انت يعني بتاع طنطا، احنا من يوم 20 رجب واحنا مستعدين. بتبدا بقى الاستعداد ازاي يعني؟ بنبدا بقى نجهز حاجتنا، بنشتري حالنا، بنشتري كل حاجه، بنص حاجتنا ونتوكل على الله. تجيبوا حاجاتكم مثلا منين الاستعداد؟ والله احنا بنجيب حاجتنا من التجار تحت، من الشون اللي تحت، والمستورد ده كله من عند التجار المستوردين، من عند المستوردين. خمسه كده. مين بقى زبائنكم؟ يعني دايما احنا نسمع ان هو السائد دايما بيجي، المواطنين موجودين هنا او المواطنين بيجوا مثلا يعني من قبل شهر رمضان بشهر او اثنين واستعدادات؟ طبعا لازم نستعد للشهر الكريم دوت، عشان كل سنه طيب، ده هو شهر في السنه كلنا بنفرح بيه. فالناس برضو يعني كل معاه جنيهين بيطلعهم في الشهرين دول. طب هو هل فيه يعني في موسم ليكوا تاني غير الموسم ده مثلا؟ لا هو ده في السنه، هو ده الموسم اللي يعتبر كله. هو ده موسم السنه كلها، الناس كلها من سنه بتستعد للشهرين دول. من سنه فاتت يعني، من السنه اللي فاتت هي كله بيستعد للشهرين دول، كمحلات والكلام ده كله. كل حاجه، كل حاجه، شهر كريم على الفل يعني. حتى انا شايف دلوقتي مستعدين كمان للعيد يعني. طبعا في الترمس الحلو وترمس المر والفول، كل حاجه موجوده. المواطن بينزل يشتري حاجه مره واحده بس فقط يعني ولا؟ والله المواطن بينزل يعني يجيب على قد اللي معاه. يجيب على قد اللي معاه. معاه 100 بيصرفها، معاه 200 بيصرفها. طب قول لنا بقى الاسعار كده، الناس عايزين يعني بيسالونا على الاسعار دلوقتي، والاسعار عامله ايه هنا؟ يعني مثلا عندي البلح دوت ب 25 جنيه، عندي ده ب 30 جنيه، ده ب 25 جنيه. عندي كرتونه البلح الكيلو ب 25 جنيه. ال 2 كيلو ب 35، ال 3 كيلو ب 55، عندي التمر 25 جنيه، عندي قمر الدين ب 30، 35،
وب 20 الاسعار رفعت عن السنه اللي قبل. اسعار مولعة بقت دي تقريبا يعني مثلا. يعني والله الضعف الضعف. عندي التين ده ب 180 جنيه وده ب 200 جنيه. حاجه مولعه. عندي القراصيه ب 135 مش ب 100 ب 180. عندي زبيب هنا ب 90 وهنا ب 80 وهنا ب 60. جوز الهند ب 80 جنيه. القصة كلها زي ما انت قلت انها قصة جشع او جشع تجار والتجار اللي متجشع. اهم هي الحاجة بصراحة موجودة. كل يوم بيزودوا علينا البضاعة. كل يوم بيزودوا. احنا غصب عنك هتزود على الزبون. ماشي يا معلم. يعني عندي طب القراصية وال القراصية ب 135 والمشمش ب 180. الاسعار السنة اللي عدت كانت طبعا طبعا في فرق كبير. ايوه طبعا. طب في الفترة الأخيرة وما قيل يعني الفترة الأخيرة وارتباطها بالحرب الأوكرانية الروسية هل لها ارتباط برضو أسعار يميش؟ طبعا طبعا جلوا الضيق علينا. الضيق غالي خالص. هنتكلم عن أسعار المستلزمات والكلام ده كله. بص يا باشا هو التجار في حرب مفيش حرب بيزودوا. التجار جشع على الآخر. وإحنا والله يعني الله المستعان يعني ربنا معانا. ربنا معانا. تمام. يعني متابعي صفحة الوطن ما زلنا متواجدين داخل سوق العيش ده سوق هو السوق الاول والتاريخ الاقدم في بيع مستلزمات رمضان الكريم وكافه المستلزمات وياتي اليه يعني المواطنين من جميع انحاء محافظه الغربيه وايضا المحافظات المجاوره. يعني تاريخه يرجع الى اكثر من 100 عام في بيع مستلزمات رمضان وهو يعني سوق من الأسواق الرئيسية في بيع المستلزمات الخاصة بشهر رمضان الكريم. يعني يأتي إليه المواطنين مبكرا يعني قبل بداية الشهر الكريم بأكثر من شهر وشهرين لشراء كافة المستلزمات. وهنا تبدأ الاستعدادات مبكرا كما ذكر لنا يعني أحد التجار في شهر رجب. ويعني معنا برضو الآن السيدات هتقول لنا على الأسعار ونتعرف منها على الأسعار أكتر. يعني حاجة احنا بنرحب بك على صفحة الوطن. يعني قول لنا الأسعار عاملة إيه واستعدادكم؟ والله الأسعار يعني بالنسبة للسنة اللي فاتت يعني هقول لك زيادة عن النص. تقول لي أنت لمؤاخذة أكتر من النص كمان. السنة اللي فاتت كنا بنبيع التين لمؤاخذة ب 80 جنيه وب 90 جنيه. النهاردة ب 180 جنيه. الزبيب النهارده كان السنه اللي فاتت فيه ب 40 وفيه ب 50 وفيه ب 60. النهارده ب 70 وب 80 وب 90. طب السبب في الزياده ايه؟ شايفين من وجهه نظرك ايه؟ يعني من التجار الكبار بقى او المستورد. المستورد لما مؤاخذه هو اللي بيبيع. امال احنا لما مؤاخذه لو كيلو فيه جنيه و2 جنيه بنبيعه عشان المؤاخذه نجيب حاجه لعيالنا. طب انت حاجه يعني غلاء الاسعار ده بيأثر على حركه البيع والشراء؟ طبعا. المؤاخذه اللي كان بياخد كيلو بقى ياخد ربع كيلو. ما بقاش حد لما مؤاخذه دلوقتي بياخد كيلو على بعض عمره. اللي كانت بتاخد كيلو زبيب بيقعدها سنه ما بقتش. تقول لك هاتي ربع هاتي تم. ما فيش النهارده خلاص. طب الاسعار عامله ايه النهارده يعني؟ لا الاسعار مولعه. يعني مثلا الزبيب بكام؟ الزبيب بيبدا لمؤاخذه من 60 لحد ما في 100 و120 وفي 90 في 8 في 70. مش كله. طب السعرات كنت بقى بتكون مثلا في السوق بدري او مثلا بتبقى ازاي يعني يومكم يبدا ازاي؟ احنا المؤاخذه من قبل من اخر رجب. من اخر رجب للمؤاخذه بنستعد بقى يعني بنجيب بضايعنا من التاجر من هنا هو بياخد رزق واحنا بناخد رزقنا. بس انا شايف ان السوق دايما كان مضروب بالزحمه وكده. مفيش زمان يعني في حركه ولا جدا يعني. بالنسبه لهنا الفانتا للمؤاخذه السوق بتاعها كان النهارده المفروض كان تبقى زحمه موت. مفيش. وده السوق الرئيسي اصلا. ده السوق الرئيسي. سوق يعني عكاسه هي سوق رئيسي. 100 سنه يعني من بيع التمر والمستلزمات رمضان. هي معروفه عكاسه معروفه بالبلح والحاجات اليميش والبلح والحاجات دي كلها. تمام. ماشي حبيبي معاك السلام. يعني ما زلنا متابعي صفحه الوطن متواجدين معكم ومتابعين كل ما هو جديد داخل هذا السوق. يعني انا هنرصد برضو اراء المواطنين حول تلك الاسعار. يعني احنا بنحاول ان احنا بنحاول نرصد الاسعار ونعرف يعني الاسعار الخاصه ببيع يعني مستلزمات رمضان
وكل بيتكلم في الاسعار. احنا هنتعرف على الاسعار منك، يعني قول لنا الاسعار عامله ازاي السنه دي، وهل هي في فرق ما بينها وبين السنه اللي عدت ولا لا؟ طبعا الاسعار كلها غاليه السنه دي. كل حاجه غاليه، حتى الحاجات اللي هي زي السمنه والزيت والرز، الحاجات اللي بتشتري غاليه كل سنه. طب التمر النهارده عامل ازاي واسعاره عامله ازاي النهارده؟ يعني التمر غالي خالص السنه دي. طب عن السنه اللي عدت كان عامل ازاي؟ السنه اللي فاتت كان ارخص شويه، يعني كان في انواع حلوه ورخيصه معقوله شويه يعني. طيب انتوا كمواطنين يعني بتتعاملوا ازاي مع الاسعار ديت؟ بنجيب حاجات قليله بقى، مش زي كنا يعني، كنا كل سنه بنجيب حاجات اكتر من كده. السنة دي بقى هنجيب حاجات على قد ما دوم تكفي جدا. طب انتوا شايفين الاسعار؟ انتوا بتنزلوا بدري يعني؟ احنا شايفين السوق اللي هو متواجد في منطقه صفحه الوطن، السوق ده ما كانش بيبقى فيه يعني مكان موضع قدم. دلوقتي يعني الناس بيقولوا ان بسبب غلاء الاسعار بدا فيه يعني حركه بيع راقده في البيع والشراء ومستلزمات رمضان. يعني قولوا لنا انتوا كمواطنين بتيجوا بدري عشان تحاولوا تجيبوا؟ احنا بنيجي بدري عشان بيبقى فيه تجار اكتر. الحاجه بتبقى رخيصه شويه، بعد كده لو جيت مثلا في اول رمضان بتلاقي الناس قليلين فبيغلوا الحاجه. تمام، شكرا. كلمينا عن اسعار النهارده عامله ازاي وشايف؟ ما اشتريتش لسه. طب انت شايف لما مشيتي في السوق شايف الاسعار عامله ازاي؟ انا لسه لا، يعني مثلا السوق دلوقتي انا لسه ما سالتش، بس مبدا العام دلوقتي كل حاجه في زياده. في زياده ليه؟ انت دلوقتي مثلا كيلو رز امبارح وصل 13 جنيه. الزيت وصل 30 و40، ده اللي هو زيت الحاجات اللي هي البسيطه. طيب يعني طيب بالنسبه ليك وانت خدت جوله كده داخل السوق داخل السوق النهارده، شايفه الاسعار عامله ازاي؟ طب وانت قررت تشتري ولا هتعمل ايه في ظل الاسعار الغاليه دي؟ يا استنى شويه بس، هي كده كده هتفضل الاسعار بالطريقه دي، يعني عمرها ما الحاجه لما بتنزل غاليه بتفضل غاليه زي ما هي. مش نتمنى والله ان هو يعني الرئيس يلاقي حل ويهدي الاسعار دي شويه، لان كده مش نافع بالنسبه للاسعار العاليه. يعني متابعي صفحه الوطن، ده سوق العتاسه هو اقدم الاسواق في طنطا، يعني سوق خاص ببيع كل مستلزمات شهر رمضان الكريم، يعني كافه مستلزمات الجمور وزبيب وكافة أنواع الأمور الخاصة شهر رمضان وأيضا العيد. على مدار 100 سنة هذا السوق والقبلة الأساسية لجميع المواطنين من أهالي مدينة طنطا والمدن المجاورة وأيضا المحافظات المجاورة، كما تعرفون أنه يعني سوق تاريخه يرجع لأكثر من 100 عام، يعني وأنه السوق الرئيسي والكل يكون يتوجه إليه قبل شهر رمضان بأكثر من شهر أو أكثر من شهر ونصف في منتصف شهر رجب لشراء المستلزمات الخاصه بهم. وكما تشاهدون يعني الكل هنا يؤكد ان الاسعار بتاعت المستلزمات الخاصه في ارتفاع مقارنه عن العام الماضي، واكد ان احد التجار يعني ان هذا يرجع الى جشع التجار وقيامهم في يعني احتكار السلع لبعض الله، ثم بعد ذلك يعني طرحها في السوق باسعار امر تحت ذلك. هذا كان ما لدينا في حركة البيع والشراء داخل سوق العتاسة وأكبر الأسواق وأقدمها داخل مدينة طنطا الخاص بمستلزمات شهر رمضان الكريم. كل عام وأنتم بخير، وما زلنا متواصلين في كل مواقع داخل محافظة الغرب.